أمضى الكثير من وقته محترفا بين أدوات الرسم وطالبا في كلية الفنون الجميلة. حيدر جبار تابعته الكاميرا مذ كان يتنقل بين مكان مهجور وآخر ليكون له مشغل رسم حر مع أصدقائه التشكيليين، محاولين باستمرار تثبيت انطباعاتهم الخاصة عن الحياة في العراق، بدءا من لوحاته عن الزحام وترصف الأبنية وانتشار الحواجز الأسمنتية التي حولت حياته إلى ما يشبه حجرة مغلقة. الصبات الكونكريتية، السيطرات، الأسلاك الشائكة، الحواجز قد تكون هي مؤقتة لكن هي ثبتت وجودها واستمرت، بس حاولت ألونها وأغير ألوانها من شكلها الرمادي اللي هو معدوم من الحياة، لونتها بطريقة تعبيرية بألوان تعبيرية. بعد نهاية أعوامه في الدراسة والبحث رافقها سعي دؤوب للإطلاع على تجارب أحبها في الفن التشكيلي، وتحقق حلم حيدر جبار أخيرا بمعرضه التشكيلي الأول ببغداد. وكان يريد بدلا من واقع حال يشيع فيه الموت والخراب ووضع نفسي مأزوم يعيشه هو وأقرانه، أن جاء حيدر بدعوته إلى الحياة عيش تفاصيلها بدلا من الاكتفاء بالتنفس وكأنها غرفة إنعاش دائمة وكل من فيها يعيشون على أسرة المرض. طرحت قضية مجتمع اللي هو إحنا شلون إحنا نمارس في الحياة. الحياة هي أسمى من أن تكون أنه إحنا بس نبقى على قيدها، لازم نمارس كل تفاصيلها. شفت الحياة بأنه إحنا عبارة عن بشر بس نتنفس. وربما أبرز ممارسة في الهواء الطلق لعيش الحياة خلال عام 2013 أن سعى شباب موسيقيون إلى العزف بشكل حر في واحدة من ساحات بغداد العامة، ما يؤكد تشارك هذه الفئة في هم واحد يفتقدوه غالبا في شوارع بغداد وهو هم الحياة. يجد أصدقاؤه المقربون في حيدر الحالم رغم أن دوي موت متكرر يهز أبواب حلمه، وقد تخترق هذا الحلم الملون شظايا متناثرة، لكنه باللون برهن أن ثمة فرقا بين أن نكون على قيد الحياة وأن نعيشها فعلا. من بغداد لبرنامج اليوم على الحرة، صابرين كاظم.